الفنانة المصرية يسرى تعد من أشهر النجمات اللي بينتظر الجمهور لقالهم برمضان من كل عام، مسلسل قوي بيتم تسليط الضوء من خلاله على الصعوبات اللي بتواجه المرأة، كما أنها باتت لفترة طويلة قادرة على المنافسة بشراسة والتفوق كذلك على النجوم اللي نافسوها بنفس الموسم. من أشهر المسلسلات اللي قدمتها يسرى لرمضان بسنوات مختلفة كان مسلسل أين قلبي، قضية رأي عام، ملك روحي، شربت لوز، وأحلام سعيدة، في أيدي أمينة، والحساب يجمع، حرب أهلية، وخيانة عهد، وفوق مستوى الشبهات، ولدينا أقوال أخرى وغيرها. وبرمضان 2023 رح تنافس يسرى بمسلسل ألف حمد لله على السلامة. نيلي كريم النجمة الشهيرة باتت مرتبطة لدى الجمهور بالمسلسلات الرمضانية اللي بتسلط فيها الضوء على مشاكل المرأة، كما أنها تعد واحدة من أكثر النجمات اللي بننتظر أدوارهم المميزة وأدائهم الرائع من كل عمل لألهم، كما أنها بتنافس هذا العام بمسلسل عملة نادرة اللي بتقدم من خلاله شخصية سعيدية لأول مرة. من أشهر مسلسلاتنا اللي كريم اللي قدمتها بمواسم رمضانية سابقة وحققت النجاح الكبير من خلالها كانت مسلسل ذات، وسجن النساء، وضد الكسر، وفاة أمل حربي، وبميت وش، واختفاء، ولأعلى سعر، وتحت السيطرة. النجمة ياسمين عبد العزيز بالرغم من انها عادت لتقديم الاعمال الدرامية مجددا منذ عام 2017 من خلال مسلسل هربانة منها، اصبح الجمهور بيتساءل باستمرار عن جديدها الدرامي كل عام، حيث نجحت بانه تعود لثبت اقدامها بالدراما الرمضانية كما فعلت بالسينما، كما انه غياب العام الماضي عن المنافسة الرمضانية بسبب مرضها كان حديث الجمهور اللي عبر عن مدى افتقاده لها. من بين الأعمال الدرامية اللي قدمتها ياسمين عبد العزيز بمواسم رمضانية مختلفة كان مسلسل لآخر نفس، ونحب تاني ليه، واللي ملوش كبير، وبينتظر جمهور ياسمين هيدا العام منافستها بمسلسل ضرب نار اللي بتقدم فيه دور فتاة شعبية. الفنانة المصرية دنيا سمير غانم ارتبط ظهورها للدراما بمواسم رمضان تحديدا من خلال شخصية هدية اللي قدمتها بمسلسل الكبير قوي على مدار 4 أجزاء متتالية، ثم تقديمها لمسلسلات أخرى حملت اسمها وباتت مفضلة لدى الجمهور، لكن غياب دنيا سمير غانم عن المنافسة الرمضانية ل3 أعوام متتالية بسبب أزمة مرض ووفاة والديها كان الأمر اللي أثار ضجة كبيرة بين جمهور دنيا، واعتبروا أنه بغيابها غابت الأعمال الكوميدية اللي أحبها الجمهور. من أشهر مسلسلات الكوميدية اللي نافست من خلالها كان مسلسل لهفة، وفي لالا لاند، ونيلي وشريهان، وبدل الحدودة 3، ورح تعود هيدا العام بمسلسل جديد بعنوان جد سليمة، وهو المسلسل اللي بينتظره قطاع واسع من عشاقها. النجمة اللبنانية نادين نسيب نجام تعد واحدة من أشهر النجمات العرب اللي بات الجمهور بينتظر أعمالهم الدرامية المميزة برمضان من كل عام، فدائما ما بتنافس نادين بشراسة وبتتفوق على زملائها، إلى أن باتت دراما رمضان ما بتخلو من أدائها الرائع حتى مع غيابها لأسباب مختلفة بيشعر الجمهور بأنه في شي ناقص بالأعمال الدرامية المتنافسة. من أشهر المسلسلات اللي نالت استحسان الجمهور للنجمة نادين نسيب نجام بمواسم رمضان المختلفة كان مسلسل 5 ونص و2020، كما بينتظر الجمهور عرض مسلسل وأخيرا برمضان 2023 لتواصل ثنائيتها مع النجم قصي خولي. من المعروف أنه نادين نسيب نجام ممثلة لبنانية مذيعة سابقة وملكة جمال لبنان لعام 2004، شاركت بمسابقة جمال لبنان عام 2004 واللي كانت بأسلوب تلفزيون الواقع، واستطاعت بعد انتهاء المسابقة حصولها على اللقب لعمل بمجال تقديم البرامج وذلك بتلفزيون المستقبل، ثم انتقلت لمجال التمثيل وشاركت بمسلسلات منها أجيال، لو، عشق النساء، سمرة، وطريق،
صالون زهرة وغيرها. النجمة حياة الفهد من أبرز نجمات الخليج اللي بيتمتعوا بجمهور كبير بيحرص على الاستمتاع بأعمالهم الدرامية المميزة بكل عام، وما بيتوقع أنه يمر شهر رمضان بدون متابعة مسلسلاتهم. ومن أشهر المسلسلات الرمضانية اللي قدمتها مؤخراً كان مسلسل سنوات الجريش وأم هارون مارغريت، وهيدا العام بتنافس بمسلسل قرة عينك. حياة الفهد ممثلة كويتية ولدت بمنطقة شرق الكويت عام 1948 وانتقلت مع عائلتها إلى مدينة المرقب. كانت بعدها بسن الخامسة من عمرها بعد أن فقدت والدها، وما كملت دراستها بمدرستها الابتدائية لكنها أتقنت القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.